أقامت وزارتي التعليم العالي والتربية ورشة خاصة لتطوير مناهج كليات التربية بسوريا، وذلك بقاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق لتطوير الخطة الدراسية المتعلقة بإعداد معلم الصف ودبلوم التأهيل التربوي لإعداد المدرسين وموائمة المناهج التي تدرس في كليات التربية. بما ينسجم مع المعايير المعتمدة في وزارة التربية والمستجدات العلمية الحديثة، لنتعرف على نتائج الورشة. بصيرنا يكون معنا اليوم الدكتور دارم طماع، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج بوزارة التربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا يسعد وسهلا. صباحك. يا أهلا وسهلا، صباح يعني النور. خلينا بالبداية نحكي عن هاي الورشة، نحكي عن قبل ما نفوت بالمحاور وشو تم المناقشة لها، الهدف وكيف يمكن تم إقامة أو تحضير هاي الورشة العمل اللي يمكن العديد من المدرسين بحاجة لها. طبعا العمل اللي تم خلال اليومين الماضيين هو عمل تم الإعداد له على مدى أكثر من عام، وكان مع بداية تطوير المناهج في سوريا من ضمن خطة وسياسة الحكومة لتطوير النظام التربوي، أن يعد أولاً ما هي متطلبات السوق العمل، ما هي متطلبات تطوير المناهج، كيف يمكن أن نطور عمل وزارة التربية، ومن ثم الانتقال إلى الحامل الرئيسي الذي ينقل المعرفة وهو المعلم وكيفية إعداده. فبعد أن قطعنا مرحلة كبيرة في وزارة التربية في تطوير المناهج، وبدأنا بالمرحلة الأولى وبدأنا بالتجريب وخضنا هذه التجربة مع بداية العام الدراسي، ووجدنا أن المناهج بدأت تستقر وكان هناك سلة متكاملة مجهزة لهذا العمل التربوي، كان لابد من الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة إعداد المعلم. وبالتنسيق ما بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي شكلت لجنة تحضيرية، هذه اللجنة على أعلى المستويات في الوزارتين، معاونين الوزراء والسادة الوزراء ومدراء المراكز المهتمة، قامت بوضع تصور عن آليات التدريس في كليات التربية في جامعات سورية، وما هي المناهج التي تدرس، ومدى موائمتها ومواكبتها للتطور الحاصل في مناهج التربية. ومن ثم وجدنا أنه لا بد أن يكون هناك معايير مشتركة بين جانبين، لأن المعلم الذي يتخرج إذا كان معد على هذه المناهج الموجودة فهو سيوفر على وزارة التربية إمكانيات تدريب هائلة. أنت تأتين بمعلم من كليات التربية يدخل إلى الصف وهو مجهز بآليات لتدريس المنهاج الموجود عند رب العمل الذي هو وزارة التربية. يمكن مثل ما قلت حضرتك إعداد المعلم نظريا لا يكفي لأنه يغوص طبعا العملية التربوية وإعطاء معلومات للطالب. ناقشت الورشة أيضا المناهج العملية لإعداد المعلمين، كمان تحكي لنا أكثر عن هالموضوع. طبعا كان هذا الجانب الأول اللي تم مناقشته هو معلم الصف. نحن لدينا المشكلة في أن كليات التربية تخرج معلم الصف، وهذا المعلم يمر في 4 سنوات جزء كبير منها مخصص للتدريب العملي، لكن التدريب العملي يحتاج إلى إمكانيات، وهذه الإمكانيات متوفرة أكثرها في وزارة التربية. التنسيق بين الوزارتين واهتمام الوزيرين في هذا الأمر، يعني مبارحة أحد الأشياء الهامة أن وزارة التربية وضعت كل إمكانياتها لمعلم الصف، وكان هناك تصور أن يكون هناك مدارس مخصصة التدريبات العملية، يعني بدل أن يكون هناك مخابر للتدريب ضمن الكلية يمكن لكليات التربية في المحافظات الموجودة أن تستفيد من بعض المدارس التي تخصصها وزارة التربية لتدريب هؤلاء المؤهلين، الطلاب المؤهلين لأن يكونوا معلم صف، وأقصد بمعلم الصف طبعا من يعلم من الصف الأول وحتى الصف السادس. إضافة إلى أنه تم اقتراح رفع مستوى معلم الصف عن طريق أن يكون فقط لشهادات الثانوية العلمية، وبالتالي أنت تهيئين لأن من المدخل على كليات التربية لمعلم الصف هو يحمل شهادة علمية يستطيع أن يدرس كل المواد بما فيها العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء، وهذا أيضا سيرفع من وتيرة وقدرة معلم الصف على أن يمارس دوره في المناهج الحديثة بشكل الأمثل. يعني سيرفع من مستوى العملية التربوية. طبعا بالتدريب العملي أيضا هناك إمكانيات هائلة توضع في
مجال التربية. يعني لدينا مديرية خاصة لتقنيات التعليم، وبالتالي عندما تضع وزارة التربية هذه الإمكانيات مع الإمكانيات التي توفرها وزارة التعليم العالي بين أيادي المدرسين والمتعلمين في كليات التربية، سيرفع أيضا من وتيرك ومستوى معلم الصف. نعم دكتور، خلينا نحكي أكثر، يمكن شو هي الأخطاء يلي يمكن استفزتكم لإقامة هي الورشة؟ يعني يمكن أكيد عند كل مدرس عنده طبعا أخطاء، وخاصة بالتطوير مع تغيير المناهج، ولكن يمكن تحت أي بنود تم اختيار هي الورشة لتطوير المدرسين، وشو هنن أكثر الأخطاء يلي عم يواجهوها مدرسينا اليوم؟ تماما، هلأ هي ليست أخطاء، هي عدم موائمة. يعني مثلا أنت عدم متابعة، لا عدم موائمة، يعني مثلا أنت عم تدرسي نظام معين، نظريات معينة في الرياضيات، نعم، وعندما تأتي إلى المدرسة تجدين أنه يدرس نظام متطور أكثر، وبالتالي أنت غير قادرة على تدريس هذا المنهج، فتجدين أنه صعب أو غير موائم أو غير مناسب للمستوى العمري، أو طرائق تدريس. أحيانا طرائق التدريس، نحن تعلمنا على التلقين، وكل مدارسنا تلقن، يدخل المعلم ويلقن الطلاب. اليوم بالنظم الحديثة لا يوجد تلقين. ليش؟ لأنه أنت تريدين أكثر من عملية حفظ للطالب، المعلومة لم تعد مهمة، أنت تريدين من الطالب أن يبتكر، أن يحلل، أن يستنتج، أن يكون واقعي. مثل هلأ عندما يأتيك نص وأنت عليك أن ترددي هذا النص تكون الحلقة ضعيفة، عندما يترك لك الخيار مع البيئة الموجودة حسب الظرف لأن تتحكمي في إدارة الحوار، يكون الحوار ممتع أكثر. تماما، وهذا ما نطمح إليه في المدارس، وهذه طرائق يجب تعليم معلم الصف عليها. كمان تم عرضها، أهم شيء حدث أننا تعرفنا على الكوادر التربوية. يعني الفراغ الموجود أو هو الموجود بين وزارة التربية والتعليم العالي تم ردمها. البارحة كان هناك أكثر من 200 مدرس وأستاذ من كليات التربية ومن وزارة التربية، جلسوا مع بعض على مدى يومين، تعرفوا على بعض، تبادل الأحاديث. نحن اليوم في عالم التواصل، هي كمان إحدى الطرائق التي يجب أن نستخدمها لتطوير قدراتنا الشخصية وتطوير إمكانياتنا كمعلمين وكمتعلمين. يعني عم نحكي كمان يمكن على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع هذا العصر كمان، و ايضا المعلومات الحديثه اللي دائما عم ياخذوها العلماء وفعلا يدرسوها. خلينا نحكي، هل شكلت لجان لدراسه المناهج التربويه بما يناسب المعلم والمتلقي، يعني الطالب، وكيف فعلا بتعلموا للمعلم يكون في عنده سلوك فاعل مع الطلاب حتى فعلا كمان يردم هي الهوى اللي هي الخوف او التقصير او ما يحب الماده من المتلقي؟ جميل جدا. إحدى المحاضرات التي ألقتها إحدى زميلات من جامعة تشرين كانت حول مهارات التعليم أو التعلم في القرن 21. نحن اليوم نبحث عن مهارات، تماما، وهذه المهارات كيف تأتي؟ تأتي من خلال الخبرة الشخصية، وبالتالي يعني ما انصبت عليه ورشة العمل هو متطلبات المجتمع الحالي. المتعلم الذي يدخل إلى الجامعة الآن ماذا يريد؟ كيف نهيئ له سوق العمل؟ من هو رب العمل تبعه؟ وأحدى المقولات التي قالها وزير التعليم العالي، قال كليات التربية لا يجب أن تكون بعيدة عن رب العمل، ورب العمل الأساسي لكليات التربية هي وزارة التربية، وبالتالي نحن يجب أن نوائم مناهجنا. كنت عم تسألي على كلمة موائمة، أن نوائم مناهجنا مع متطلبات رب العمل حتى يجد سوق عمل. نحن اليوم بمناهجنا نبحث عن ثلاث شغلات، أولها سوق العمل، ثانيها حاجة المجتمع، وثالثها المواطنة. وعندما نتحدث عن المواطنة نحن نتحدث عن المواطنة الفعالة. يعني المعلم اليوم يعد الكوادر، كلكم خريجين ثانويات وكلكم خريجين جامعيين، وبالتالي هذه المؤسسة إذا لم يتكامل عملها سيكون هناك نقص في خبرات المجتمع. يعني إذا تكامل عمل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي نستطيع أن نغلق الحلقة التي نؤمن فيها كوادر كاملة لكل مجالات الحياة. فكيف في أهم مجال هو مجال التربية؟ نحن لدينا اليوم 6 ملايين شخص يعملون في مجال التربية، يعني ربع
ربع سكان سوريا يعملون في مجال التربية. طب هون دكتور أنا يعني هيك شوي بيجي عبالي استفسار، إنه مثلا بمدارسنا منشوف الأساتذة اللي هن صار لهم عمر عم يدرسوا وعندهم أسلوبهم الرائع، ولكن يمكن عندهم مشكلة بتطوير المناهج بأسلوب جديد على الحياة، خلص صار لهم 40 سنة عم يدرسوا وخاصة مادة الرياضيات أو الفيزياء أو المواد العلمية، خلينا نقول الكوادر الجديدة يلي عم تتأهل يمكن هي بتمتلك يمكن مهارات أجدر بالمناهج الجديدة، ولكن الخبرات القديمة كيف عم يتم تطويرها لحتى تتلائم أكثر؟ هلا هذا الأمر نتداركه من خلال دورات تدريبية، وأيضا أستاذ كبير ومقدر بيقول لك أنه لا أنا بعرف هدول التفاصيل، بس هو ما بيعرف التطوير. لأحكي لك شغلة من تجربتنا، الأشخاص الذين لديهم باع في التعليم، يعني أستاذ صلوا مدرس صلوا 20-30 سنة وقد مل من الإلقاء المتكرر، هو أكثر الناس حبا لدورات التدريب الحديثة التي تعتمد النظام التفاعلي. بحس بالعكس. لا 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 بالعكس، لأنه الجديد هو بيقول لك أنا لدي مهاراتي، أنا مستعد للتواصل، أنا متعرف على حاجات المجتمع تماما، أصلا هو عم يقرأ أشياء جديدة، هو لديه رغبة في التطوير، أما القديم تعود على نظام داخله منه، يعني أنت 40 سنة عم تكرر نفس المعلومات، اليوم أصبح كل شيء معروف بالنسبة لك، تحتاجين إلى شيء جديد. فمن يتبع هذه الدورات يكون فعلا متحفز وقادر على التغيير، لكن من لا يتبع هذه الدورات هون عندنا المشكلة، أنه أنا لساتني في أعتقد أنني أفضل مدرس، لكن لم تعد طرائقي تناسب العصر الحديث، ليس هناك خطاب مباشر بيني وبين الجيل الجديد. لكن في ناحية كثير هامة هو الموضوع الثاني اللي تم مناقشته، هو دبلوم التأهيل التربوي الذي يعد الاختصاصيين من كليات أخرى، هذا تم مناقشته أيضا في الورشة وبشكل مفصل، ليكون كل الكادر التدريسي الذي يأتي سواء كان معلم الصف أو بمراحل الإعدادي والثانوي مؤهل للمناهج الحديثة المطورة وفق مبدأ جديد ومبدأ المعايير. يعني كنا عم نحكي عن كليات التربية وطلاب بكليات التربية، وبنعرف ليه أنه أغلب البنات والشباب بيلاقوا طريق يمكن أنه محبب أكثر، يعني طبعا لعادات المجتمع والتقاليد عنا أنه يدرسوا يكونوا مدرسين. خلينا نحكي شوي أيضا عن علم النفس، هذا الفرع اللي بكليات التربية المهم جدا والمهمش بنحسه بجميع مؤسسات الدولة، وأكثر شيء بده تطوير، وخاصة أنه تطوير علم النفس كيفية التعامل مع الطلاب وامتصاص المشاكل اللي عم يمروا فيها، خاصة نحن بهالسبع سنين مروا بكثير من مشاكل، فكيف ممكن أنه فعلا تفعلوا هذا الفرع وتسخيره بالمدارس أو مؤسسات الدولة؟ هلأ باليوم الثاني في المحور الثالث بدأت الورشة بمحاضرتين، المحاضرة الأولى كانت عن الإرشاد عن علم النفس التربوي لعميدة كلية التربية في جامعة دمشق الدكتورة أمل أحمد، وهي اختصاصية يعني درست ضرورة إدماج علم النفس التربوي في المناهج التربوية وفي تأهيل المعلمين منذ سنوات طويلة، وإلى الآن نحن بحاجة إلى أكثر من اهتمام بموضوع الإرشاد النفسي. وساعدها أيضا سيدة عظيمة جدا من وزارة التربية، سيدة إلهام محمد، هي مرشدة نفسية ومختصة في مجال الإرشاد النفسي، وكان لها دور عبر السنوات السبع اللي مرينا فيها في موضوع الإرشاد النفسي وتطويره، لأنه نحن لدينا اليوم جيل جديد يعني تأثر في الحرب، وبالتالي أنت بحاجة إلى أن تقومي بتعويده على أشياء جديدة تخرجيه من المأساة اللي عاشها. هلأ موضوع الإرشاد النفسي تم معالجته في المناهج بشكل جيد، نحن في وزارة التربية لدينا دورات مختصة لإعداد مرشدين نفسيين، وهؤلاء يقوموا بعمل ميداني، لكن الشيء الجميل في هذه الورشة أن تم مناقشته في إدماجه في مناهج كليات التربية بشكل أن يكون معلم الصف ومن يخضع للدبلوم التأهيل التربوي مطلع على المستوى العمري للطفل والتطور النفسي له، وبالتالي أنت توازنين بين قدراته الجسدية وقدراته النفسية والعقلية، وبالتالي تستطيعين أن تكيفي هذه المناهج لتحقق ميول جديدة. اليوم التعليم يحتاج إلى أن يكون هناك في موضوع بسموه يعني محبة، اهتمام، شغف تماما، والشغف لا يأتي إلا من خلال شو؟ أن تكون هذه المناهج يعني أو المعلمين بشكل عام قادرين على إعطاء جو إيجابي في البيئة الصفية، وهذا هو
علم النفس التربوي الذي تعمل عليه الوزارتين الآن بشكل كبير لتحسين واقع هذه المدارس وتحسين البيئة الصفية التي يعيش فيها المتعلم. نعم دكتور، طيب هل تم مناقشة الشق العملي بإدخاله أكثر ضمن الحالات التدريسية، وخاصة يمكن بالابتدائي؟ يمكن إحنا بنشوف بس الحاسوب هو بيكون عملي، ولكن يمكن باقي المواد وخاصة العلمية قديش بحاجة أيضا للعملي وإدخاله ضمن الحصص المدرسية؟ الجلسة الأخيرة التي وضعت فيها التوصيات طبعا تم مناقشته بشكل مستمر، لكن في الجلسة الأخيرة بحضرة السيدين الوزيرين تم مناقشة موضوع التدريب العملي، وكان هناك مقترح من جامعة حلب. طبعا كان التدريبات العملية لمعلم الصف تأتي في يوم واحد في الأسبوع، المقترح الجديد هو أن تكون 4 أيام في الأسبوع، والمقترح الأهم أن تتم هذه الجلسات في وزارة التربية من خلال تكليف هؤلاء الطلاب بأعمال ضمن المدارس كأستاذ مساعد، مدرس مساعد. يعني اليوم عندنا نحن بالبيئة الصفية عندي 40 طالب، أحيانا نتيجة الأزمة عم يكون 50 طالب وأكثر، وبالتالي معلم واحد لا يستطيع أن يدير الصف وفق العمل التعاوني. يعني نحن ممكن نقسم الصف لمجموعات، وبالتالي أنا إذا أدخلت طالبين من كليات التربية في التدريب العملي مع المدرس الموجود تصبح لديه خبرة عملية، وعلى مدى 4 أيام ويتم توزيع طلاب الدراسات العليا للإشراف على هؤلاء الطلاب من الجانبين التربوي والأكاديمي. يعني يراقبون قدراته على التفاعل مع الطالب، تفهم الطالب. اليوم دور المعلم أن يكون ميسر، يعني نقل المعرفة ما عاد مهم، المهم أن أتعرف على الشخصيات الموجودة معي، ما هي نقاط الضعف لديهم، نقاط القوة كيف أرفع من نقاط الضعف، وكيف أستفيد من نقاط القوة لموضوع الابتكار. والأسلوب الصحيح بإيصال الفكرة قبل ما نختم، اللغات الإنجليزية والفرنسية اللي هي داخلة على المناهج، ولكن يمكن منشوف ما بدنا يمكن تخبى وراء أصبعتنا، منشوف مثلا باللغة الفرنسية ما عندنا الكوادر المهيئة بالشكل الفظيع لأعطاء وتلقينا للأطفال، وخاصة إنه هي لغة ما فينا نقولها قديمة، ما فينا نقول إنه قديمة، هي جديدة دخلت على المناهج. كيف عم يتم تطوير الكوادر باللغات؟ هلأ هو بشكل عام نحن ما ناقشنا تفاصيل أكاديمية، ناقشنا كيف يمكن أن نعد في المناهج الحديثة العمل بشكل مشترك بلجان مشتركة من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. لكن أقول لك في مجال اللغات هناك اهتمام كبير في وزارة التربية بأن تكون المناهج على مستوى تطلعاتنا، لأن تكون هناك طلاقة لغوية ليس فقط في اللغة العربية إنما في اللغات الأخرى. وبعدين نحن صار عندنا 3 لغات، يعني اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ولدينا الآن اللغة الروسية، وكتب اللغة الروسية 7 والـ8 احنا خلينا بالفرنسية اللي هي اليوم تلقى إعجاب كبير اللغة الروسية لأنها لغة تعامل مستقبلي. طب قدي بدنا كوادر هلأ، قدي بدهم تهيئ هلأ، هاد جزء من العملية اللي عم نقوم فيها. أنت في معلم الصف عندما تهيئين هذه الكوادر تخففين على وزارة التربية أعباء كبيرة. هلأ مخابر لغوية تعد، وخاصة خريجين كمان الآداب، يعني اللغة الروسية أيضا واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية فيكم طبعاً تستفيدوا منها. دكتور دارم نحن كتير انبسطنا بوجودك، يعني حديث طويل، ويعني إذا نتعمق فيه ما بنخلص، وفعلا نتمنى أنه يكون العلم هو نور، كل طالب بيستحق أنه يدخل هالنور لعقله، نمحي هالجهل اللي هو كان جزء من الأزمة بسوريا. نتشكر وجودك والمعلومات اللي عطيتنا إياها، موفقين. شكرا لكم، شكرا الإخبارية على اهتمامها الدائم بمواكبة العملية التربوية في سوريا. شكرا كثير لك دكتور دارم، واكيد ان شاء الله هيك بنتمنى نحن المتابعة الدائمة لاعداد المدرسين بالشكل الصحيح. شكرا كثير لحضورك، شرفتنا، يسعد صباحك. اما هلا محطتنا